العشرون من شهر مارس لعام 2014، وهذا السباق المحلي الحادي عشر. أيها الأعزاء، انطلق الشوط الأول الصباحي لفئة الحقائق الكار وأشواط هذا اليوم وهذا الصباحية 25 شوط، وهذا هو أول الأشواط. تشارك في هذا الشوط الشاهينية إعلان، طليعة، إبداع، مشهورة، حشيمة، بنت مياس، سيدة، صدى، نجود، فن، لوجين، صوريخية، ملاحة، كنوز، ضباء، والوارية. إذن هذه الأسماء ومسافات هذا اليوم هي 3 كيلومترات. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول الشاهينية لناصر بن سالم بن لنكح المري على مقدمة الشوط وسيدة الموقف. ننتقل إلى المركز الثاني، طليعة، حمد بن صالح بوشريدة المري على المركز الثاني. دور المركز الثالث هنا بنت مياس، علي بن جابر بن علي الغيثاني المري، وتليها من الجانب الآخر. متابعينا الأعزاء، أيها الحبل الكريم، اللي على المركز الرابع صدى علي بن عبد الله بن يحيى المري، ودخول وتسلل على المركز الخامس من قبل حشيمة لأحمد بن علي بن واسل اكتبي، وأيضا التسلل من قبل لوجين وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. هذا هو نداءنا الأول للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في آخر السباقات الرسمية التي تقام هنا على أرضية ميدان الشحانية. مقدمة الشوط، انطلقت الشاهينية ونحن نقترب من منتصف المسافة، ولكن حشيمة أحمد بن علي بن محمد بن مطر بن واسل اكتبي يدفع بحشيمة، والشاهينية على مقدمة الشوط ناصر بن سالم بن لفتح المري. طليعة 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 على المركز الثالث، وصالح بن حمد أو حمد بن صالح بوشريدة. الدور دور كنوز، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على المركز الرابع. المركز الخامس صدى علي بن عبد الله بن يحيى 1200 متر. يا متابعين، لاحت لوحة ال 1200 متر الأخيرة أمام المشاركات وأمام المتابعين. يا سلام، حشيمة حشيمة أبو نواس يدفع بحشيمة، ولكن الخوف يا أبو نواس، الخوف يا أخوي، من طليعة لحمد بن صالح بوشريده المري على المركز الثاني، والعصا قوس حشيمه وطليعه، والفوز لمن؟ المركز الاول لمن؟ الناموس لمن في هذا الشوط الصباحي؟ يا سلام، بنواس حشيمه احمد بن علي بنواس الاكتبي وحشيمه الكيلو، الكيلو الاخير يا متابعين، الكيلو المثير، حشيمه وطليعه، وايضا هنا شعار المنصوري كنوز محمد بن زايد بن محمد المنصور يقدم كنوز، ولكن اعود الى حشيمه 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 حشيمه. مشاهدينا الاعزاء، وترقص على المركز الثاني طليعه، حشيمه وطليعه وكنوز قادمه لتنضم الى هذه المعركه الطاحنه على مقدمه الشوط. يا سلام، المركز الرابع ايضا الوصول والقدوم متابعينا الاعزاء من احد المشاركات هنا، الواريه لعلي بن راشد العلي المعاضيد و600 متر اخيره وخط النهايه قريب، ولكن حشيمه حشيمه ما زالت سيده الموقف حتى هذه اللحظات، ما زالت تسيطر على صداره الشوط. حشيمه حشيمه، يبدو بان الشوط شوط حشيمه ان استمرت على هذا المنوال وعلى هذا العرض 400 متر اخيره، وحشيمه ما زالت مع ابو نواس. الفوز والمركز الاول مع ابو نواس، ولكن طليعه وكنوز، كنوز كنوز والواريه، الواريه وكنوز، وهنا ايضا صدى 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 علي بن عبد الله بن يحيى. اسمع صدى صوتك يا بن يحيى، واسمع صدى صوتي، ما باقي الا 200 متر، ولكن حشيمه احمد بن علي بن نواس الاكتبي، ولكن الواريه 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 تختطف هذا الشوط وتهدي السلام لعلي بن راشد بن علي المعاضيد شعار الشبل، يختطف ناموس الشوط. تهانينا لمالك الواريه والناموس على هذا الفوز، تهانينا لعلي بن راشد العلي المعاضيد. المركز الثاني حشيمه لاحمد بن علي بن واسل الكتبي، المركز الثالث كنوز محمد بن زايد بن محمد المنصوري، صدى على المركز الرابع علي بن عبد الله بن يحيى، وخامس المراكز كان الوصول من قبل طليعة علي. طليعة وصلت على المركز الخامس لحمد بن صالح بوشريده المري،
تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا اليوم. اذا كان الوصول متابعينا الاعزاء على المركز الاول من قبل الوارية من انقضت على المركز الاول لتختطف ناموس الشوط. الوارية هي من خطفت المركز الاول في اخر الامتار. هذا هو ملخص الشوط متابعينا الاعزاء. اذا اول اشواط الصباح في هذا السباق المحلي العاشر او الحادي عشر للحقائق الكار يذهب الى مالك الوارية علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد بتوقيت زمني 4:28 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الوارية علي بن راشد العلي المعاضيد. المركز الثاني كانت حشيمة توقيتها 4:29 58 جزء من الثانية. تهانينا لأحمد بن علي بن نواس الكتبي. المركز الثالث كنوز وتوقيتها 4:31 72 جزء من الثانية. تهانينا لمالك كنوز محمد بن زايد بن محمد المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الأعزاء انقضى أول أشواط الصباح وبانتظار انطلاقة الشوط الأول للحقائق القعدان من مسافة 3 كيلومترات ومشاركة واسعة من ملاك الهجن في هذا الميدان وفي هذا السباق المحلي.